الزراعية مباشرة مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الإرشاد الزراعي هو الإرشاد الزراعي يعتبر منظومة حياة للفلاح، بمعنى أن الإرشاد الزراعي كان قديما في تفاعل أكتر من الآن، عدد المرشدين الزراعيين وتواجدهم داخل الأراضي الزراعية، وأنه كان يقدر يروح ويتعامل مع الفلاح، يقدم له المعلومة الإرشادية، يشوف أي خدمة يقدر يقدمها للمزارع هو وأسرته كمان. والمهندس الزراعي ومكانته داخل الريف المصري كلنا عارفينها، هي تاريخ الفلاح كان بيتعامل مع المهندس الزراعي على انه جزء من حياته يعرفه معرفة شخصية، في تعاون مستمر ما بين المرشد الزراعي وما بين المزارع. لكن مع مرور السنوات وتغير المنظومة المتعلقة بالإرشاد الزراعي وتقلص عدد المرشدين الزراعيين، ده بالإضافة لتقلص أيضا ميزانية الإرشاد الزراعي، ده أدى إلى يعني ضعف في وصول المرشد الزراعي للفلاح. لكن هناك أساليب أخرى كثيرة تم استحداثها داخل قطاع الإرشاد الزراعي، وأيضا هناك تكنولوجيا حديثة تقدر توصل المعلومة للفلاح زي الإعلام وزي قناة مصر الزراعية. أيضا الإرشاد الزراعي بيقوم بدور مهم جدا، هو حلقة وصل، وهو الزراعة الطولة لوزارة الزراعة اللي تقدر توصل المعلومة وتقدر توصل الخدمة للفلاح بكل سهولة وبكل يسر. في هذه الفترة ظهر نوع آخر من الخدمات اللي بيقدمها قطاع الإرشاد الزراعي، وهي المدارس الحقلية. المدارس الحقلية دي منتشرة بالقرى المختلفة على مستوى الجمهورية، بتقوم بدور تدريب المزارعين والفلاحين والمرأة الريفية على أساليب التنمية الزراعية المستدامة. وقبل ما أكمل، أنا عندي الزراعة المستدامة مهم جدا إن احنا دايما نلقي الضوء عليها من آن لآخر. لما أجي أتكلم على زراعة مستدامة أو تنمية مستدامة، دي معناها إن أنا مش بنجح في هذا الموسم فقط، لا، أنا عاوز أكمل دورة إنتاج، عاوز أكمل سلسلة من النجاحات كلها متعلقة بالفلاح المصري. المدارس الحقلية فضلا عن المساهمة في زيادة إنتاجية وجودة وربحية الزراعة الحديثة والمحاصيل النباتية والحيوانية والسمكية، دكتور عصام فايد وزير الزراعة والإصلاح الأراضي اليوم في بيان صادر أشار إلى أن المدارس الحقلية بتنتهج الأساليب الزراعية الحديثة والمعاملات الزراعية الجيدة الموصى بها فنيا من قبل مركز البحوث الزراعية، ودي بتعتبر نقلة جديدة. أنا دلوقتي عندي مدارس حقلية بجمع فيها المزارعين، المرأة الريفية والرجل والأبناء في مكان واحد ومكان بسيط جدا داخل البيئة الريفية، أوصل لهم المعلومة المتعلقة بحياتهم اليومية كاملة بما فيها الملف الزراعي. أيضا مركز البحوث الزراعية بستفيد منه بالمعلومات المهمة في هذا التوقيت، بنقل لهم بعض التوصيات الهامة، يعني إيه تقاوي محسنة، يعني إيه أساليب ري مطور، وإزاي أتكلم معاه عن التسميد المتوازن، لأن إحنا عارفين منظومة التسميد والعادات والتقاليد، خلاص بقت الفلاح أول شيء بيفكر فيه تسميد بصرف النظر عن الكميات. أنا كل ما بزود في أسمدة ده بيديني إنتاجية أكتر، لا، أنا عاوز تسميد متوازن وعاوز المعلومة توصل للفلاح. أيضا جزئية هامة وهي المكافحة المتكاملة للآفات ومعاملات ما بعد الحصاد ومقاومة الأمراض الحيوانية زي إنفلونزا الطيور. وكانت المدارس الحقلية لها دور كبير جدا في إن هي تنشر الوعي ما بين المربيين وبين المرأة الريفية في تعاملها مع الطيور المنزلية اللي هي تعودت من زمان الخير يبقى موجود في بيتها لأولادها ولقريتها. لكن بعد ظهور الأمراض كان لازم في جهة تتحمل المسؤولية وتحمي هذه المرأة وتحافظ على صحتها. المدارس الحقلية لعبت دور كبير جدا في الحفاظ على صحة المرأة الريفية من خلال التوعية والنصح والإرشاد. دكتور فايد النهاردة وضح نقطة مهمة، إن خطة التوسع في إنشاء هذه المدارس بتستهدف إحداث تنمية ريفية شاملة، لأن بيأتي ضمن برامجها محو الأمية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وأيضا التغذية السليمة اللي جزء كبير جدا من قطاع الريف بيعاني منها، يعني بمعنى آخر تمكين المرأة الريفية إن هي تمتلك كل الأدوات
اللي من خلال امتلاكها لهذه الادوات تقدر تخدم المجتمع وتقدر تفيده وتقدر ان هي تقوم بمشروعات على الاقل في هذه الفتره مشروعات صغيره للتصنيع الزراعي وتدوير المخلفات الزراعيه. الحديث عن المدارس الحقليه هو حديث شيق وممتع لان احنا بنتكلم على انتاج، بنتكلم على استفاده وصقل مهارات للمواطن في الريف المصري من خلال المدارس الحقليه. في محافظات بتشهد في هذه الفتره مجهود مكثف من خلال تواجد المدارس الحقليه بيؤدي في النهايه الى طفره في الانتاج، الى استقرار في المجتمع في هذه الاماكن، وده دور مهم جدا. ده كله تحت مظله الارشاد الزراعي، الزراعه الطوله لوزاره الزراعه واستصلاح الاراضي. رحب بحضراتكم في حلقه جديده من الزراعه المباشر.